اشتغلت مع مين تاني مايسترو احمد داوود؟ يعني يعتبر يعني زي ما قلنا عبير نعمه، هبه طوجي، سعاد ماسي، مدحت صالح، محمد محسن، يعني دولت اكتر الفنانين اشتغلنا مع بعض يعني خلال السنه اللي فاتت. سعاد ماسي مختلفه تماما طبعا في المزيكا وفي الكلمات وفي ادائها، كل حاجه في سعاد ماسي مختلفه، يعني فنانه ليها طابع خاص جدا. ما اعرفش كنت خايف من ايه في حفله سعاد ماسي، او كان نفسك تبين ايه في اغانيها؟ بالنسبه لي سعاد كانت اول لون جديد عليا، لان هي مختلفه شويه، لان برضو كان سعاد يمكن كانوا دايما يقولوا من نجوم الاندر جراوند، ولكن انا بالنسبه لي التطور اللي هي تحولت له دوت، انا شايفها لا، هي نجمه من النجوم الكبار دلوقتي. الستايل بتاع الموسيقى اللي هي بتشتغل عليه يمكن ستايل بيخليك يعني تستفز ان انت هتصلي حاجه حلوه. يعني عايزه تضيفي الطابع الكلاسيك اللي جواكي مع الطابع الشرقي مع الفولكلور الجزائري او الصوره بتاعت الموسيقى بتاعتهم، يبقى في توليفه كامله بين طابع شرقي وكلاسيك. فلا كان في صعبه، ها؟ يعني مش صعبه، بس هو لا، انا ساعات بستفز نفسي ان انا لا لازم اطلع حاجه كويسه من اللي قدامي ده.